اعتبر عيبا على محطة إخبارية سورية أن تفرد على شاشتها ساعات طوالا وملفا موسعا من أجل تغطية الأحداث والمظاهرات التاريخية في مصر على امتداد محافظاتها. وذكرنا في المرة السابقة أن محطة إخبارية عربية وجدت أن حدث تغطية قناة الإخبارية السورية للملف المصري أمرا مهما وحدثا جللا يستحق إفراد خبر يصف طريقة تغطية المحطة السورية وعدد النوافذ التي فتحتها لإظهار حال عدة محافظات مصرية. أفردت قناة الإخبارية الرسمية السورية تغطية واسعة وخاصة للتطورات في مصر، فقد خصصت القناة نوافذ حوارية ونقلا مباشرا من مناطق مختلفة في مصر لمظاهرات ضد الرئيس محمد مرسي. هدف الخبر كان إظهار الإخبارية السورية بأنها تعتم عما يجري في سوريا بتخصيص ساعات للحديث عن مصر، فيما مراقبة أداء المحطة السورية يدل على أنها من أسبق محطات الإعلام السوري في نقل صور الأحداث على الأرض السورية لكونها المتخصصة في نقل الأخبار. لا تدل على ذلك الصور التي تعرضها حول ما يجري على الأرض، بل تصريحات المعارضين على بعض محطات الأخبار حين يتهمونها بأنها تتجهز في موقع الحدث قبل وقوعه بغرض اتهامها بالمعرفة المسبقة. من اللافت أن هناك بعض شهود العيان شاهدوا طاقم قناة التلفزيون السورية حاضر مكان التفجير قبل الانفجار. يعني أنت بكلامك هذا تستبعد أن تكون المعارضة المسلحة وراء انفجار من هذا النوع؟ يعني نحن لا نؤكد الجهة التي قامت بالتفجير، ولكن أخي الكريم أنا أقول لك التلفزيون السوري وحسب شهود عيان كان موجود في مكان التفجير قبل التفجير. قالوا لنا قبل الانفجار بنصف ساعة، كانت 11:45، التلفزيون السوري موجود هنا. كمثال عن اتهام الإعلام السوري بالمعرفة المسبقة اتخذنا تفجير المرجة بتاريخ 30 نيسان 2013، بعد التير التي اتهمت الدولة السورية على بعض محطات الأخبار بأنها هي من نفذت. بعده بنحو شهرين خرج محلل عسكري واستراتيجي على إحدى تلك المحطات ليتحدث عما سماها بالمعارضة الرشيدة، ليتحدث بأنها باتت تهتم فقط بالقيام بعمليات التفجير المهمة، وضرب مثالا على ذلك تفجير المرجع. أنت أمام معارضة مسلحة رشيدة لم تعد الآن تنسب إليها ما يسمى بعمليات إرهابية يقتل فيها مدنيين، ولكن ليس هناك انضباط كامل بحيث أن هذه المعارضة مثلا الجيش الحر قد يؤكد أن أي من الكتائب المسلحة الأخرى التي لا تخضع لسيطرته يمكن أن تكون قامت بذلك. لكن دعني أقول لك التفجيرات السابقة في قلب دمشق في ساحة المرج عندما استهدفت رئيس الوزراء في منطقة المزة هم يستهدفون أهدافا عالية القيمة. بما أن المعارضة المسلحة هي التي قامت بالتفجير فالمحلل موثوق المعلومات، فإن الإعلام السوري لم يكن عالما بالحدث قبل وقوعه، بل إن ما حدث هو السرعة في نقل الصور والخبر، ومع ذلك اعتبر هذا عيبا وقتها بالنسبة لبعض محطات الأخبار. وعندما فتحت محطة إخبارية سورية ملف المظاهرات والحراك الشعبي الهائل في مصر كما فعلت أي محطة إخبارية أخرى، اعتبر ذلك حدثا بارزا وأمرا يعاب على هذه المحطة. فإن نقلت ما يحدث على أرضك اتهمت بالعلم به مسبقا وبأنك أنت الفاعل لا محالة، وإن فتحت ملفات لما يحدث في أرض جيرانك فأنت تعتم عما يحدث على أرضك. ورغيف لا تقسم وصحيح لا تاكل وكل حتى تشبع وتفجير لا تغطي وعلى مصر لا تقرب وبتركيا ما دخلك وكلهم قلن عندك وبيقولك شو تساوي وشو ما تساوي وانت الكاذب وهم الصادقون.